السلام عليكم. طبعا الفيديو اليوم اكو مفاجأة كلش قوية. طبعا اللي ما يعرف الحمد لله يوسف نجح واستلم النتيجة مالته، واللي متابعنا على الانستغرام يدري انه انا نزلت فيديو صورت يوسف وهو مستلم الشهادة، ووعدته انه ان شاء الله راح اجيب له هدية، والهدية راح تكون ان شاء الله كلش قوية. بعد ما نزلت الفيديو تواصلوا ويا شركة انفينكس، قالوا احنا راح نرسل هدية ليوسف بمناسبة نجاحه، والهدية هي موبايل انفينكس جي تي 20 برو. فطبعا متحمس اشوف ردة فعل يوسف على الهدية، فخلونا ما نطول اكثر ونروح للبيت ونفاجئ يوسف بهاي الهدية. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدوسوا اللايك، خلونا ننطلق. قبل يوم ايش سوينا احنا؟ سوينا نستلمت النتيجة، صورنا فيديو ونزلنا على الانستغرام، صح؟ صح، هدية قوية، وقلت اكو هدية قوية بمناسبة نجاح يوسف، مو؟ ايه متحمس انت للهدية؟ اللي صار طبعا مو انا جبت الهدية، وصلت ويا شركة كلش كبيرة، قالوا هاي هدية ليوسف مناسبة نجاحها. ما هي؟ أنا خليتها بالكيس، أنا خليها هيك. هاس حلو طلعها. موبايل انفينكس الجي. موبايل انفينكس الجي. شكرا لك. هذا الموبايل الرسمي مال ببجي موبايل. نستعرض منتجاته؟ ايه. شنو افتحها هاي افتحها؟ ايه افتحها خلينا نشوفها. هذا شنو؟ هاي مروحة. مروحة مال التليفون. ايه. هاي مروحة تبريد تتخلل ورا على التليفون حتى شنو؟ حتى ابد ما يحمي التليفون. اه هاي عرفتها. هاي تخلي بها صابع. صح تخلي بها صابع. هذا الكفر. هذا الكفر هو مال الموبايل الجديد. انت متحمس على التليفون؟ ايه شلون متحمس؟ شفتات ليزرية تجي وياها. والله هاي اريدها. صار لي هواي اريدها. والله؟ والله. هسه نجي لحظة الحقيقة. التلفون للموبايل انفينكس جي تي 20 برو. أوه. الموبايل الرسمي الببجي موبايل. يعني قبل ما يقطع؟ قبل ما يقطع. هاي يوسف متحمس تفتحها؟ شو ما متحمس؟ هو أكثر واحد متحمس. كبير. عشان محتفل بيه. قبل يفتح. شوف هذا الجهاز. يلا شيل التليفون. شو أنا مغلف بعد بالنايو. أوه يلا ورا. عجبك؟ هذا هو انت التلفون في الشرق الاوسط. هسه متحمس تجربه؟ انت شو متحمس؟ انت شتي تجرب بيه؟ ببجي. بدي تجرب ببجي موبايل؟ ايه. هسه احنا بعد ما شغلناه، بس بما انه تيجي تلعب جيمنج، لازم وين نروح؟ على غرفة الجيمنج. يلا اوووو. يلا نشوف ما اقدر. ما شو انت تخابر التليفون؟ صدق بالمناسبة انت تدري هذا الجهاز يقدر تخلي بيه شريحتين؟ ايه يعني سيم دبل سيم كارت تقدر. والله دبل سيم كارت يعني ما يخلص؟ لا سيم كارتات اثنين، يعني تقدر تخلي مثلا سيم كارت مالتك مال عبودي عادي. هسه ايش راح نسوي احنا؟ راح نشغله. راح نشغله. اكو ميزة كلش حلوة بيه. شنو؟ شوف خليني اشوف لك اياها اول مرة. شغله خليني نشغله هسه. شوفوا يوسف هسه احنا مو شغلنا الجهاز. ايه. اشوفك الظهر مالته. مع الظهر مالته. الظهر مالته. يعني كذا اي لون اي لون يعجبني؟ اي لون يعجبك؟ شوف هاي خيارات الشحن؟ هنا. الشحن؟ شوف اي على الشحن وعلى المكالمات. شوف مثلا هنا ايش عندك انت؟ هاي الاضاءات تقدر تسويها مثل التنفس، شوفها تتغير. واي يعني تتغير. عندك مثلا هنا تناغم، شوف هذا تناغم، شوف هذا يتغير، شوف. هسه متحمس تجرب اللعب؟ ايه. قبل لا تبدا اللعب خلينا نفعل وضع الرياضات الالكترونية. شنو الرياضات الالكترونية؟ خليك تعيش تجربة لعب خرافية. من نفعلها؟ هسه انا اعلمك شلون تفعلها. افتح الجهاز، اختار لعبة ببجي، اسحب من الجانب الايمن هذا. ثاني وحدة وضع الرياضات الالكترونية، دوس عليها تفعيل من الجانب. سويناها. هسه تفعل عندك وضع الرياضات الالكترونية. I
موبايل انفينكس جي تي 20 برو هو الموبايل الرسمي للعبة ببجي موبايل بالعراق والشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا. تجربة الالعاب على هذا الجهاز تختلف عن باقي الاجهزة من فئته السعرية، لان يحتوي على معالج دايمنسيتي 8200 التيميت، ويحتوي على معالج ثاني بالاضافة للمعالج الرئيسي هو معالج بيكسل وور اكس 5 تيربو، معالج خاص بتثبيت الفريمات واداء الجهاز عند اللعب لفترات طويلة. صديق يوسف، اكو شغلة بالجهاز ما قلت لك عليها. شنو؟ تقدر تلعب 120 فريم. 120 فريم؟ 120؟ ايه، هسه مو نزل التحديث الجديد مال ببجي 120 فريم؟ ايه تقدر تلعب 120 فريم. تزهو لك اياها؟ ايه. ادخل على الاعدادات، ورا الاعدادات الرسومات والجرافيك، سلاسه ذيك الفوق. ها سويتها. ايش طلع لك هسه؟ تشوف؟ قلت لها اكستريم. دوس عليها اكسترا. دوس عليها. شوف الجو ايش طلع لك مكتوب هذا، تشوفها؟ الحالي 120 فريم. انت ايش كم وقت كنت تلعب؟ 12. زين طلع عبودك على جربت تجرب الجهاز عبودك؟ ايه. حمل الجهاز؟ لا لا، هذا بسبب نظام التبريد المتطور اللي بداخل الجهاز، بنظام تبريد متطور. تبريد؟ يعني اي نظام تبريد يخلي الجهاز ما يحمى. زين شحن ما خلص؟ لا لا، شو تخلصوا اللعب؟ هاي لا انطيني 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 انطيني. اذا بقينا ننتظر انه يحمى لو يخلص شحن راح نخلص النهار كله، مو صح؟ لا لا، كافي 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 لليوم، كافي لعب. اهم شيء اجاك الجهاز؟ ايه. انت عبود ايش رايك؟ انا هبجيب اللي دز لنا هديه. شو نقول له؟ شكرا شكرا على التليفون هذا القوي. ايش اسم الموبايل هو؟ جي تي 20 برو. صح، انفينكس جي تي 20 برو. اذا لين وصلنا نهايه الفيديو لا تنسوا اللايك، تابعوا القناه، تفعلوا الجرس، تحت على صفحتكم كل شيء جديد. و باي.